حقق المغرب أكثر مما كان مطلوبا منه في مجال تنفيذ برنامج تحدي الألفية الذي موله الكونغرس الأمريكي بهدف محاربة الهشاشة والرفع من مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد كانت الندوة الصحفية التي نظمها كل من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران والرئيس المدير العام لمؤسسة التحدي الألفية دانييل بوهانيس بعد زوال يوم الاثنين 24 يونيو 2013 مناسبة تبين من خلالها أن الطرفين الأمريكي والمغربي فخوران بمستوى التعاون الذي تضع مختلف مراحل الإنجاز ومقتنعان بأن النتائج محققة ترجح المغرب لأن يكون من بين الدول التي ستكسب ثقة الأمريكيين وتستفيد من إنجاز الشطر الثاني من البرنامج. سمعت عن هذا البرنامج بطبيعة الحال قبل تعييني رئيس الحكومة بسنوات عديدة، لأن البرنامج أعتقد بدأ سنة 2008. هو برنامج يهم 700 مليون دولار ويستهدف 600 ألف عائلة مغربية. بطبيعة الحال كل مواطن يحب وطنه ويعرف أن من الإشكاليات الأساسية في هذا البلد الهشاشة التي تصيب جزء كبير من المجتمع الذي لنقولها بكل صراحة لم ينل نصيبه من إمكانيات الدولة ومن تأطيرها ومن يعني عنايتها، وترك لنفسه بشكل أو بآخر فأصبح يتميز بهشاشة يعني مزعجة ولا يقبلها الروح، لا تقبلها الروح التضامنية للوطن كما أن أسس المجتمع المتوازن إكيليبغي لا تقبلها كذلك. لكن لما تحملت المسؤولية كرئيس للحكومة تعرفت على هذا البرنامج بطريقة أكبر باعتباري مسؤولا عن الإدارة من الجهة المغربية التي تتكفل بهذا البرنامج، واستطعت أن تكون عندي الملاحظات التالية. أولا، هذا البرنامج هو برنامج يعني إنساني وجيد وجميل، ويعني رصدت له الولايات المتحدة يعني جزء كبير من الإمكانيات المادية للخروج بعدد من القطاعات من الهشاشة في مختلف المجالات. والمفاجأة كانت بالنسبة إلي أن هذه المساعدات المباشرة تقريبا التي ذهبت بها المؤسسة إلى أبعد الحدود، هذه المساعدة جاءت بنظام إداري يعني دقيق وصارم جدا، في نفس الوقت الذي يعني تحرص المؤسسة على أن تصل المساعدة إلى الأشخاص وإلى الفئات والجهات المعنية، فإنها تحرص كذلك على أن تطبق بطريقة دقيقة وتتابع بشكل يعني دقيق جدا. واعتبرت، وقد شرحت هذا للسيد يوهانس، اعتبرت أن الإضافة التي جاءت باعتبار هذا الحرص وباعتبار هذا الأسلوب الإداري للمتابعة والتأكد من أن البرامج أنجزت في وقتها وأن وقع الحرص على التأكد من مختلف المراحل ومختلف الجهات المعنية بالموضوع وعقد الاجتماعات بشكل دوري مستمر هو مهم كالقدر الكبير للمساعدات، لأن 700 مليون دولار بطبيعة الحال ليست شيئا يعني يسيرا، بل إنني قلت له أنني اعتبرت أن الإضافة في هذا المجال يعني يمكن أن تكون أهم من هذه المساعدات يعني في حد ذاتها. ولذلك فبطبيعة الحال لا نملك إلا أن نشكر الولايات المتحدة على هذا البرنامج. وأريد أن أخبر أن اليوم العقود التي أبرمناها حوالي 94% ونسبة الأداء حوالي 74%، ولا يزال أمامنا بضعة أشهر إلى أن نصل إلى تاريخ إنهاء هذا البرنامج. و يعني الطرف المغربي يعني بين عن قدرة فائقة على مسايرة هذا المنطق، ونحن نقول بأن هذا يعني سوف يكون إضافة نوعية للإدارة المغربية للحرص في المستقبل على هذه على البرامج، لأنه في النهاية هذا يشبه كثيرا ميزانياتنا ويشبه كثيرا برامجنا الوطنية. سوف نحرص على هذا النوع من الجدية ومن الدقة في متابعة هذه القضايا. وكذلك من الأمور التي فاجأتني هذا السيد يوهانس الذي يعني منذ اللقاء الأول الذي التقينا يعني وزارني في المغرب، الآن ذكرتني السيدة فريدة محابي أن ذلك كان قبل سنة، وانتبهت أن سنة تمر في رئاسة الحكومة بسرعة. فإذا يعني اكتشفت فيه شخص يعني
رائع ويعني يحب، يبدو يحب الخير ويحب وأحب هذا الوطن. هو يعبر عن أنه أحب المغرب ونحن نشكره على ذلك. وكان وبعد اللقاءات التي قام بها في السنة الماضية في المغرب دفع عن ملف المغرب للبرنامج الثاني الذي الاستعدادات له تنطلق من الآن. والمغرب مانتنو يتليجيب المغرب يعني هو الآن الراجح أنه سوف يكون من الدول التي سوف تفوز يعني بهذا بأن تكون من الجزء الثاني من البرنامج. وإن شاء الله الرحمن الرحيم قناعتي أن المغاربة يعني سوف يستفيدون من هذا البرنامج من جهة الاهتمام ب يعني إخوانهم وبجهاتهم التي توجد في وضعيتها الشاشة، وبجهة أخرى يعني سوف يستفيدون من المتابعة والحرص الشديدين اللذين أظهرهما هذا الشعب الأمريكي الذي يعني لا بد أن نقول أنه شعب يتمتع بكفاءات عالية يستحق من أجلها التنويه. وشكرا لكم. كل الأفكار التي تبناها عبد الإله بن كيران وجدت ما يؤكدها في خطاب المسؤول الأمريكي دانيال بوهانيس، فهو بعد أن ذكر بالعلاقات النوعية التي تجمع بين البلدين منذ سنة 1776 تطرق إلى البرنامج الذي امتد على 5 سنوات ورصد له مبلغ 700 مليون دولار، فأوضح أن هذه المشاريع استهدفت قطاعات الفلاحة والصيد البحري والخدمات المالية ومحو الأمية والتكوين المهني والصناعة التقليدية، والمستفيدون كانت لهم فرصة الحصول على هبات تؤهل مشاريعهم. وقد تحقق كل ذلك بفضل التعاون بين برنامج تحدي الألفية للمغرب والحكومة والفئات المستفيدة التي شكرها على هذا الإنجاز. I'm very much looking forward to meeting these individuals and seeing the results MTC and Morocco are achieving together. Thank you very much and God bless you. وبخصوص سؤال الوافد الإلكترونية حول ما تقوم به الحكومة لكي تحقق التكامل بين برنامج تحدي الألفية وباقي البرامج الممولة من طرف جهات أخرى كاليابان والاتحاد الأوروبي، جاء رد بن كيران كالتالي: بغيت نستفد سقا من هذا السؤال ديالك باش نقول لك شنو هو السر ديال هذا البرنامج الأمريكي. حتى الأمريكيين كان عندهم قبل ما يعملوا هذا البرنامج كان عندهم برامج متفرقة بحال هكذا كيساهموا بها في بعض المشاريع، في بعض المناطق، في بعض القرى، في بعض المجالات بحال الصناعة التقليدية أو غيرها. لكن كانوا كيلاحظوا أنه بسبب الطريقة الإدارية ديالنا وبعض المرات بسبب أشياء ماشي مشرفة جدا كانت كتوقع، كانوا كيلاحظوا بأنه ما كتوصلش الأمور للنتائج ديالها. فملي جاء هذا البرنامج وهو عالمي ومبني على هذه الفكرة والتشابه ديال الدول اللي استفدت معنا، التشابه ديال الإشكاليات اللي ما كتخليش المساعدات اللي كتعطيها الدول توصل للنتيجة ديالها، فقرروا يعملوا هذا البرنامج ويشرطوا عليه بنفسهم. وكان الشرط، وطبعا باقي كنقول 700 مليون دولار ماشي سهلة على 5 سنوات، 600 ألف أسرة ماشي سهلة، كان الشرط على من جهة الدولة المغربية أن الإدارة المغربية، الحكومة المغربية لا السابقة ولا الحالية، أن هذه الحكومة ترافق هذا البرنامج، فتكونت هذه الإدارة الوسيطة بيننا وبينهم واللي كانت كتخضع للمراقبة ديالهم، وحنايا اللي كنا كنسيروا بطبيعة الحال الآن مختلف البرامج، كل برنامج عنده أعتقد من يتابعه، لكن بدون شك ليس بهذه الدقة. والفكرة على كل حال أعتبرها شيء جيدا يمكن أن يستفاد منه لمتابعة باقي البرامج، لأن عندنا واحد العدد ديال الدول الأصدقاء مزيان بالترتيب اليابان لأنه ما تيقصروش الله يجزيهم بخير. ألوغ سو ديرونج اللي قلت الله يجزيهم بخير ولا سو ديرونج اللي قلت ما تيقصروش بس غادي بوش كتعلم بالصالح. Je pense qu'en tant que peuple marocain, en tant qu'État marocain, et sous l'impulsion de Sa Majesté, je crois qu'on peut dire demain à nos amis américains merci, on n'a plus besoin d'être aidés sur ce point. Ça en fait.